اتركوني بقى، يلا اتركوني اتركوني، خافوا الله. لك امشي بقى، اتركوني بقى اتركوني، بدي روح شوف ابني، بدي روح شوف ابني، اتركوني اتركوني. تعال 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 مهلك، تعال تعود شوي شوي. خير؟ شو صار سمير؟ ليش عم تبكي؟ ابني اجى على الحياة بكر، ابني انولد، شفته بالأخبار، بيشبه أمه كتير، رح يضل من دون أب ومن دون ما أحضنه ولو مرة واحدة، ابني رح يبقى بلا أب، ما رح أقدر كبر بإذنه ولا رح أحضر عرسه ولا طهوره. بسيطة سمير بسيطة، ابنك رح يكبر بيوم من الأيام ورح يقول أبي كان بطل وشهيد. ولك واطي يا خاين العشرة، شو عمل فيك؟ انت ما بتخجل؟ احكي يا حيوان، ارتحت هلا؟ ولك ارتحت هلا؟ خلص وائل اتركه كرمال الله، خلص اتركه، اصلا ربك عم يعاقبه. تعال شوف، تفرج، سمير سمى ابنه على اسمك، في احلى من هيك خبرية هلا؟ مو هيك سمير؟ شو كنت لازم سميه؟ لما طالعني وائل من بين الأموات شو قلت له أنا؟ مو قلت له أنه رح سمي ابني على اسمه؟ ألف الحمد لله ابني إجا على الدنيا واسمه رح يكون وائل، أنا ما رح شوفه بس إن شاء الله رح يكون سبع مثلك. معقول يكون ابنك وما يكون سبع سمير؟ رح يكون طبعاً، هو أحسن سبع والله. حتى لو قتلونا رح أكتب مكتوب، أكيد حدا رح يلاقيه، أكيد وأكيد رح يوصلهم. لازم أحكي معهم قبل ما أموت وإلا ما رح أرتاح. اسمعوني، راقبوا المنطقة منيح، عزو ما بدي أي غلط. ها تمام علي. زيدان عندهم باب تاني من ورا، جيت لهون قبل هالمرة وبعرفه، إذا بدك أنا بروح لهنيك لحالي وإذا صار أي شيء بخبركم فورا. ماشي قادر، أعمل هيك، بس قادر ما بدي أي غلط. ها ليك، أنت لسه ما بتعرفني. لا تاكل هم زيدان، قد ما كان اللي جوا بتكون مرتي. يا حقير، خلص بقى يا زلمة، اهدي خلص بقى، اهدى شبك يا زلمة. قادر يلا امشي يلا. أوف. لا بقى تضايق حالك عزو. كيف ما ضايق حالي يا علوش؟ كيف ما ضايق حالي؟ ما عم بقدر شيلها من بالي، ليش قبل ما قلها أنا بحبك ومن بين كل العالم أوصلها إلها؟ والله ما في عشق بالدنيا هيك، حدا بيقوص حبيبته يا زلمة، بيقول لها بحبك، بيقدم لها وردة، بيحرك لها بحواجبه وبيغمدها، مو بيقوصها برصافها. بس ليه؟ إذا عاشت وما ماتت رح أظل تتذكر هالرصاصة اللي خرطت إياها. وقف، كنت بدي اشوف عدنان بيك، عندي اخبار مهمه كثير، عندي معلومات بتفرحه كثير. ادعي انه هالمعلومات تكون مفيده، لانه اذا مو هيك رح تتبهدل. امشي. والله شوف بقى وليك رح تحكي. دخيلك لا تعمل هيك، بوس ايدك لا تعذبني بقى. ماشي
رح احكي، رح احكي اللي بدك اياه. عفار ابو ليك، جهز لي الكاميرا مشان الاعتراف فورا. معلم شوفي شو بدك؟ في شخص بده يشوف حضرتك. مين هاد؟ ليش دخلتوه؟ هذا رئيس الغفر، قال انه عنده معلومات مهمه كثير. ماشي جاي، انت اطلع. حاضر. عشاش خود هي، خلي البنت تدرس الدرس منيح، وبعدين خود افادتها على الكاميرا وخليها توقع عليها مكتوبه. تمام، لا تاكلها، مو اول مره بنعملها. كمان انت لزقت مثل العلكة؟ انا ما راح اخلص منك. عدنان، العسكر هلا جايين لهون، المقاومة خبرتهم. شو عم تقولوا لك؟ لك عم تتمسخر علي يا عسكر؟ شو؟ ليش لحتى اتمسخر عليك يا عدنان؟ جيت لاتصالح معك وبس، بدي سوء تفاهم اللي بيناتنا ينتهي. زهرة عندك مو هيك؟ وانا عم خبرك هذا الخبر. ولك اذا هالحكي كذب بدي اقلبك لحمة مفرومة يا كلب. والله العظيم كلامي مزبوط، وانت بتصدق ولا ما بتصدق على كيفك. العسكر على الطريق. المريضة هون تحت المراقبة، انت اهتمي بالباقيين كمان. رح خبر أوندير وارجع. شايفتك تعباني. ولك قال اليوم رح يعدموا الكابتن علاء، الله يستر ما يقربوا علينا كمان. يعني هاد واحد من الكبار وهيك، بقى كيف نحن صغار شو رح يساووا فينا؟ معك حق، إذا الكابتن علاء وهيك ما تستغرب شي يا زلمة، الكل هون معرض للخيانة حتى الزعيم. ما حدا بيعرف، لا تستغرب، أكيد رح يتحاسب. كل هاد بسبب زعيم؟ الموضوع أكبر من هيك بكتير. رح يقتلوا علاء لأنه زعيم ما بده إياه. أخ يا علاء أخ. وصلنا معك لنهاية الطريق كابتن علاء. أصلاً الكابتن ما كان رح يفرط بالقيادة، أكيد رح يعدموك. استعجلوا لك؟ لسه ما شلحت؟ إلك ساعة ما غيرتهم لهدول التياب. بس ارجع، ما بدي شوفك هيك. يلا بسرعة استعجل، رح تبلش محكمتك هلأ. لك جبان، أنت كمان مثل غيرك عم تدعي إنك مع التنظيم. عمين عم تكذب أنت؟ أكتر من مرة لقطك. لشوف هلأ يا بطل، بدك تضل تكذب؟ شو مفكر حالك؟ مين رح يخلصك؟ أنا حكيت مع عدنان يا أوندير، بالنسبة للعسكر الموضوع تمام، واتصلت بالمخيمات القريبة من عنا. البنت اعترفت؟ إذا ما اعترفت شو رح تعمل؟ اتفقت أنا وعدنان يسلمنا إياها على الحدود، وبعدين رح نحاكمها ونعدمها فورا. برافو عليك زعيم، ما بدي أغلط، وإلا رح تتحاكم أنت كمان مثل علاء وتروح معه على المحكمة. يلا لشوف، أرجيني حالك. أمرك. لشو عم بتخططوا كمان؟ دكتور، كيف وضع سهر؟ أنا كمان إجيت لخبر حضرتك، هي تخطت مرحلة الخطر. برافو عليك دكتور، برافو، كبرت بعيني. صحي زعيم حكى معي رح نعملك وزير الصحة. ايه بدي تكشف علي، عندي شي مو مريحني بس خاص كتير. تمام، رح يضل بيناتنا. فهمت، لا تاكل هم حضرتك، انا بعرف احفظ الاسرار. منيح، انبسطت، كبرت بعيني دكتور.
بسيطة، خلينا نحل موضوع المحكمة هاد. لازم خبر زيدان. عدو، يلا عدو. تعرف الحكم، هوندير أعطاني التعليمات اللازمة بهذا الخصوص. اوعك تقول أي شي غلط ولا أنت رح تندفن بدل علاء. عندي خبر يا رئيس، لا تأكل هم. صديقي المستشار، بذكرك إلك كمان، اوعك تعطي غير قرارنا نحن. بتعرف الموضوع مو هيك؟ تمام يا رئيس، عندي خبر بكل شي، ما في مشاكل بنوب. هوندير عم يطلع لهون. انتو دبروا العسكر من الجهة الورانية. الو زعيم، امشوا لك حقير. شوفي كمان، يلا تحركوا، يلا يلا خلصونا تحركوا. شيل ايدك عني يا كلب. يلا خلصني. شو عم يصير؟ نحن رح نتحرك هلا عدنان، بمجرد ما تخلص الترتيبات خبرونا فورا. لك امشوا امشوا يلا تحركوا. البنت حكت، بعد ما يصير كل شي جاهز رح نجيب البنت على الموعد. معلم، في ضابط فوق بده يحكي مع حضرتك. تمام جاي، انت كمان ساعد رفقتك. اذا ما اجى رح اضطر ادخل بالقوة. هدول ولادك معلم صافي؟ ايه، اشتقت لهم كتير علوش، الي كذا سنة ما شفتهم. ان شاء الله بتشوفهم عن قريب. خلينا نخلص من هالقصة، وقتها منروح كلنا سوا. خلينا نخلص من هالقصة وبعدين منشوف مين بيضل عايش ومين بيموت. ولك ليش قادر تأخر هيك؟ ليش ما اجل هلأ؟ ولك ليكون هذا الغبي عم يخطط لشي. انا بروح وبشوفه زيدان، هذا ما بينوثق فيه، ممكن يعمل اي شي. ماشي علوش، روح بس انتبه، انتبه لحالك. انتبه علوش. تحركي تحركي زهرة. تحملي حبيبتي، عن قريب رح أخلصك من هون. حتى هاي كمان خسارة فيك. امشي، تحملي شوي رح أخلصك يا حبيبتي. عدنان، اترك البنت، انت بس عطيني البنت. اذا بدك بموت واذا بدك بقتل، اللي بدك اياه بعمله. لا تاكل هم، رح اشتغل معك قادر. انا لازمني رجال مثلك، انت واحد واطي وبتعمل كل شيء. اناني من الدرجه الاولى، البنت اللي بدك اياها رح تاخدها، حتى اذا هي البنت، بس مو هلا. تمام عدنان، شو رح اعمل؟ قلي. خلص انتظر مني خبر، رح نشتغل سوا. عندي أشغال أخلصها معك. بالنسبة لعناصر مكافحة الإرهاب راح تكون واحد منهم. بتمنى ما تخيب ظني. أبدا، اللي بدك يا بعمله، أنت بس أعطيني مرتي. شو هالحكي يا قادر؟ شو هالبنت اللي راح أخسرك من شأنها؟ طبعا راح أعطيك إياها، بس اصبر شوي. عدنان، يكون بعلمك هي بتكون مرتي. انت ورا كل موضوع بتطلع لي عدنان؟ عم تتجولوا بين الاحجار الغلط. هاي الاحجار تبعنا، الك الي وإله، لازم للكل. بدي العسكر فورا، هدول العسكر تبعي. ليش لا يكونوا العسكر عندي هون؟ كل عسكري بيروح من عندك بتدور عليه عندي؟ بعرف انه هنن عندك عدنان، سلمني اياهم. يلا انت ويا تحرك. لك اصبروا يا تحركوا يا لعك. انتظروا شوي، لا بدي اسمع ولا شيء. لوين؟ زهرة، كانوا نحن مع العدو، نحن موجودين بنفس الصف، شو هاي المعاملة؟ اللي قدامك مو عدو يا سيادة الضابط. ما دام ما ضل في ثقة بيناتنا،
تفضلوا فتشوا. بس أنا بعرف كيف بدي حاسب على قلة الأدب هاي. أنت اللي قتلت الثقة عدنان. أنت رجال ما بنوثق بكلامه. طبعاً رح فتش. فتشوا. خير شو صار اختي؟ تعي تعي شو صار؟ لا تقلق زيدان، ان شاء الله رح يلاقوهم. العسكر هلا دخلوا لجوا. زيدان زيدان شوفي علي شبك الرهين وزهره طالعوه من الباب الوراني، عجلوا لنخلصهم. يلا لازم نمشي ونقطع الطريق عليهم. يلا شباب يلا. ما في حدا سيدي، ما في حدا سيدي، ما لقينا حدا سيدي. مثل ما سمعت ما في حدا، بس وصلتنا إخبارية. إخبارية شو؟ تم تثبيت مكان الرهاين. عم تضيعوا وقتكم على الفاضي هون. وينهم يا ترى؟ رح أعطيكم الموقع، بس ما بدي هذا الموضوع يتكرر. المرة الجاية ما رح أتسامح أبدا. ما فيك تقول عن شخص مثلي بيحب بلده انه خاين. الكل لازم يعرف حده شو هو. عم تسمع؟ ماشي بلا ما تطول بالموضوع واعطيني من الاخر. اطلعوا هلا، انا رح جيب المعلومات. الو شو صار معكم زعيم؟ ضل عنا شي بسيط. قبل ما يصلوا العسكر رح نكون جاهزين. بالاول رح ينفجروا وبعدين رح يحترقوا وما رح يقدروا يتعرفوا على الجساس. باسم محكمة كردستان افتتح المجلس بتهمة العمالة المزدوجة. يا اخ انور رانا تهمتو. اسمعني علاء، انت متهم بتهمة العمالة المزدوجة. من خلال كل اعمالك ظهر كل شيء، مظبوط الحكي؟ كذب، افتراء. انا كنت انسان صادق لقضيتي وللتغيير. بهالامور ما في خصوصيات. اللي عم يقولوا عني عميل هن العملاء. انا بعرف حالي. اهدى شوي يا كابتن، طلع فيني. في عنا شهود كتار على انك متهم بالعماله. اوندير والكابتن زعيم مقتنعين بهي التهمه. كذب، يثبتوا هالشي لحتى اقتل حالي. ما في داعي تنكر بنوب. نحن منيت لك، لا تتعب حالك. ما في مفر من القرار اللي رح تاخده المحكمة. وهلأ رح أعطي الكلام لبعض الشهود. ايه اللي شاف شي بدل على أنه علاء عميل خليه يتقدم خطوة ويحكي. علاء أثناء الصدام كان بيتعامل بقلب حنون وكان يرحم العسكر. وأنا كمان اتعدى علي كتير، وعلى الرغم من أوامر أوندير كان مستمر بالتعدي علي. والسنة الماضية لما كنا بمهمة على الحدود اغتصبني بالقوة. والله أنا كمان اللي حرقت روما، والملك سيسر أنا اللي قتلته. الكل بيعرف إنه ما مدت إيدي عليكي، وبالرغم من كل حركاتك ما اطلعت فيكي أبداً أبداً. هذا الكذب من عوايدك. الكابتن علاء خالف الأوامر بخصوص العسكر الميتين. ليش أنت ما قلعت عيون العسكر وما قطعت أدنيهم؟ التمثيل بالميت حرام، حتى هالشي بيخالف القوانين. أنا ما إلي أي اعتراض على الكابتن علاء. لحد اليوم أنقذ حياتي أكثر من مرة، وأنا مديون إله كتير. وعلى الرغم من أنه رنيم كانت عم تضايقه وما كان يتطلع فيها أبداً، كل هذا اللي انحكى كذب وافتراء. الكابتن علاء بريء فعلاً،
سكتوا له هذا الخاين، يلا ولا خدوه. قريبا ما رح يضل حدا نشنقه، كل هدول خوني، كلكم عملاء. ما فيكم تمحوا الحقيقة أبدا، إذا بدك سكتهم وأكيد، إلا ما يطلع حدا ويحكي. أنت كمان سكوت، انتهينا من الحكي، والتهمة ثبتت، وهلأ وقت الحكم. يا الله تساعده. رح أوس على الدواليب. انزلوا انزلوا لتعد، أوصوا عليهم. يلا امشي يلا. علي علي، لك انت شو عم تعمل يا مجنون؟ مو شايف اختي كيف عم ياخذوا زهرة؟ خذه، اعطيني السلاح كمان. ما في سلاح يا اختي، شو رايك بقنبله؟ اللي من وين بتجيب كل هالقنابل؟ اما كنت تلعبي دحاحل بالحاره، اما كنت العب بالقنابل لعب. انا اسمي عنتو، عنتو المجنون، مين عنتو؟ الرجل المتفجر. عنتو الاشتب، انا كمان افجر عزو، بس مو على طريقتك انت، انا بضرب مليون مره، فرش. معلم دكاتك اللي بقى تضرب، أصلاً أنا بنص عائل وبتضرب كمان، ما رح يضلني عندي ولا فيوز. ما رح يصل لك شيء، أنت مجنون لا تخاف، ما عاد تنجذب أكثر من هيك، مجنون خلقة. إيه تسلم. أختي، خدي هذا السلاح، هدية مني إلك. شكراً زيدان، إن شاء الله ما رح أحتاجه، بس إذا اضطريت كمان بإذن الله رح أستخدمه. بس نحن بالأول لازم ننقذ العسكر، وما دام نحن سوا رح نخلص هذا الموضوع بسرعة. تعرضنا لهجوم معلم، رح نحاول نلهيهم، انتو خدوهم من الطريق التحتاني. مفهوم تمام، أنا جاي فورا. انتو بتعرفوا لوين رح تاخذوا العسكر، وأنا باخذ البنت. انت انتظرني هون، رح أحكي معك. ماشي بستنى. زيدان زيدان زيدان، عم تسمعني يا زيدان؟ زيدان عم تسمعني؟ أنا هلأ بمواجهة، عم اسمعك طارق. زيدان، زهرة رح يسلموها للتنظيم على الحدود هلأ. التنظيم رح يعدم البنت، رح يحاكموها بتهمة قتل الإمام علي الجان وشغلات تانية كمان. رح يثبتوا إنه هن ما دخلهم بكل اللي صار، لازم نمنعهم يا زيدان. تمام طارق، نحن هلأ ملاحقينهم، بس علقنا، عم نحاول ننفذ منهم. عزو حمينا، يلا يلا عزو. شو وضع العسكر يا زيدان؟ مع الأسف طارق، بإيد رجاله لعدنان، عم نحاول إنه نصله. زيدان، هذا الموضوع لازم ينتهي اليوم، عم تفهمني ولا لا؟ خير دكتور، مبين عليك انك مضيع شيء. انا كنت عم دور على ادويه هون. الكل بالمحكمه، اذا بدك. ما فينك ترفضني، ما في رجال بيرفضني ابدا. لا تفش، شو هالعجاج؟ مين هدول؟ شو هالمسخرة؟ المقاومين معلم، تأخرنا عليهم، خدوا العسكر محل ما قلت، لا تتأخروا رح تبهدلوا الدنيا. ايه تمام. أخذينا على الموت انتو، على الأقل حققونا آخر طلباتنا. ليك كابتن عدنان، سمير صار عنده ولد، إذا رح تقتلونا قتلونا،
بس تركوه هو يروح بحاله لحتى يقدر يشوف ابنه. انت اسكتوا لك. شو انت جاي تنصحني؟ خدوه لهدول يلا عم تتأخروا. امرك معلم. تحرك 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 يلا يلا امشوا. ايوه زهرة خانو كمان انا مثل لحالنا. اذا قتلتني بيكون احسن لي. لا تاكلي هم. التنظيم رح يحقق لك هاي الامنيه، رح يبعتك لعند ابوكي ورح ينتهي هالفراق هاد. يلا تعوا يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه. كرمو كرمو اتركوا بقى كرمو اتركوا لك اتركوا بقى. لوين اخذوا العسكر ولاك؟ هنن كمان رح يسلمون للتنظيم؟ اسمعوني يا شباب، معناتها العسكر كمان رح يسلمون للتنظيم. خدوا كل السلاح اللي معهم، رح نحتاجه كله. يلا يلا, يلا تحركوا يلا يا شباب يلا يلا عوام يلا يلا, 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 يلا فوت فوتون. يلا استكترتوا علي رسالة؟ شفتوها كتيرة انه سلم على ابني؟ قتلونا بس تركوا له. شو ما بدكن عملوا فينا؟ لا اخي بكر، اذا رح نموت رح نموت كلنا سوا. بالوقت اللي رح يجوا العسكر ويدعسوا على هاي رح تشتغل الدار زعيم وبعدين بو. وانت رح تصور كل شيء، فهمت؟ العسكر يلي قتلوا الرهائن تبعهم، العسكر المساكين. مفهوم، بعرف هداك البيت، هلا رايحين لهنيك. كابتن علاء، بأمر من الرئيس أوندير وبقرار من المحكمة أخيراً تم إثبات تهمة العمالة المزدوجة وعقوبتك الإعدام، وبوقت بقدره الرئيس أوندير رح يتم تنفيذ الحكم، واللي رح يلغي الحكم أو يأجله رح يكون مقام الرئيس أوندير. المحاكمة انتهت. اللي عم تعملوه غلط، إذا أنتوا عملتوا هيك ما رح يضل حدا بالتنظيم أبداً. فكركم إنه ما حدا رح يعرف بهالشي؟ شو هالحزب هاد؟ خدوا له هذا الكلب بلا ما يعكر مزاجنا. يلا أوندير، انتو هيك عم تقضوا على الحزب وعم تضحوا بأفضل العناصر اللي عنا هون. شو هالقيادة هي؟ طبعا ما راح يعجبك هذا الحزب، هذا الحزب هو حزب الموت. خدوه من قدامي. يلا بدي اشوفها لسهر دكتور. يلا تعا معي. بالبداية حابب بوس الكبار من ايديهم وبسلم على الكل. شفت ابني على التلفزيون، شفت امي وشفت سلطاني. حتى لو متت ما رح تضل حسرة بقلبي. وصيتي سموا ابني وائل، وائل هو عسكري معي وبيكون مات معي. انقذ حياتي مرة، بكر شخص منيح، ابني حبيبي. انت ما شفتني بس أنا شفتك ابني. ما بعرف شو رح تقول عن أبوك، بس إذا وصلك هذا المكتوب كل الحقيقة مكتوبة فيه. أنا ما أهنت بلدي ولا بأي وقت من الأوقات، وإنت بس تكبر بدي تفتخر باسم أبوك وائل اللي حكيت عنه من إخواننا الأكراد، وحاربنا مع بعض كتف لكتف ومتنا كتف لكتف، كلنا أولاد هاي الأراضي. ولما أنت تكبر رح تكون مثل عمك وائل، رح تحارب مثله وتنضم للجيش لحتى تحارب من شان هاي الأرض مثل كل هدول السباع. لا تتردد بالتضحية بحياتك. ادعي لأبوك ابني. أنا كمان رح كون معك وادعي لك كرمال تكون إنسان منيح. رح ادعي كرمال تكون عسكري وفي. سبعي وائل حبيبي، حتى لو ما قدرت ضمك لصدري أنا بحبك كتير.
أمك أمانة عندك. سامحني ابني. أبوك سمير. دكتور، دكتور أنت اليوم أنقذت حياتي. أنت صدقني أنت بطل حقيقي، وأنا رح ضل مديونة إلك. من اليوم رح كون خادمتك دكتور. خذوا المتهمة تبعكم. وانت خذ الأمانة تبعك. تذكر شو قلت لك؟ انتبهي، احتمال يظهر الزعيم بأي لحظة. ولأنه ما عنا لافتة ما صدقتيني. انتم محاصرين، سلمونا البنت. احسن البنت سلموها. خدوها. أنا باخدها، خلوكن هون. امشي، يلا امشي، حركي. علوش، انت رح تلف وتاخد البنت. ماشي زيدان. لحاله ما رح يقدر معلم زيدان، أنا كمان رايح معه. روح، تمام صافي، انت كمان روح. يلا بسرعة، مو صافي. صافي، صافي حاكيني، مش على الله. صافي صافي، ليش عملت هيك؟ ليش فديتني بحالك؟ دخيلك يا الله، ليش ما اجت رصاصة فيني انا؟ علي، علي شوف يا ربي دخيلك. هذا ذنبي انا. صافي، انا اللي كان لازم اتصاحب، بس هو اجا وفداني. علي خلص اهدى شوي، انا السبب اللي صار. خلص حشرت بحالك. انا اللي لازم كنت اتصاحب برصاصة، مو هو. موني لا توقف الرصاص. صافي يا علي، الله مو وقت هالحكي. انا السبب بموته. خليك لك معي. انا السبب يا الله، دخيلك لازم نربط له جرح. صافي شبك لك، شو صار لك؟ صافي طلع فيني، تحمل يا اخي تحمل. زيدان نحن لازم ننقله بسرعه، هون ما فينا نعمل له شيء. طيب رح جيب الرجال وارجع. بوس ايدك، تحمل مشان الله. نعم عدنان. نعم علي، شو بدي قلك؟ ترك الرجال عم يقوصوا عليهم، وانت وصل زهرة على المعسكر. طيب ماشي معلم. خليني ارتاح مشان الله، انا كتير عطشانة. حركة لك، ما في بقلبك رحمة؟ يلا ولي، اتركني بقى، اتركني. انا رايح، خطوا علي. ما ضل معنا رصاص.
شو بدنا نساوي زيدان؟ والقنابل خلصتهم يا زلمي كمان. عياش رح ننسحب هلا، يلا بسرعة. يلا يا شباب يلا. عزو استعجل. تحركي. شفت مي مشان الله بس شفي. واقف 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 ولك. واخيرا التقينا يا زهرة. ليش هيك عم تعاملني؟ مشان الله قلي ليش هيك؟ اسمعي ولي، شو ما بقلك بتقلي لي حاضر وما بتعترضي. فهمتي علي؟ لازم تعترفي انك قتلتي عزيز جان، فهمتي علي؟ وبحب طمنك يا حلوة، رح يصير لك محاكمة عادلة ورح يحاكموكي بنزاهة. ايه يعني ليش لا يا أمورة، ما في اي مانع، منقضي شوية وقت حلو مع بعضنا، اكيد موافقة. ليش عم تبكي وليه؟ لك انا حلم للبنات كلها، عم تفهمي؟ بس يا خسارة، موعد المحكمة العادلة قرب يصير. بدك تموتي وانتي عم تحلمي فيني. اتركني حرام عليك، مشان الله خليني روح. تعرف اني ما عملت شي وما قتلت حدا. حكي، انتي قتلتي عزيز جان وبدك تتحاكمي بهالتهمة. ولا تخافي حبيبتي، ما رح خلي هالحلم حسرة بقلبك، يعني معقول ما يكون في شوية وقت للبسط. لا مستحيل، لا مستحيل، هلا موتني موتني يلا. معلم زعيم، معلم زعيم، الأمور كلها تمام. هي أكتر شوفة بتفرحني بحياتي. تمام ولك؟ هلا بعت هالفيلم على الأقنية كيف ما كان وبأي طريقة، ما بيهمني أبدا. هلا المهم عندي العالم كله يشوف الشيء اللي عملناه بالعسكر. سيدي دير بالك. لازم لحقكم، سامحوني يا أخواتي، أنا قصرت بحقكم، ما قدرت أحافظ على أماني.